جنوب ترينتيتي هذه الطاحونة يا أخوان صراحة جنبها في أقوى أماكن اللوت، راح أرويكم إياها إن شاء الله في هذا المقطع. هي أفضل مكان صراحة تلويت أشوفه في اللعبة بوجهة نظري. إذا عندك مكان أفضل يا ريت تخبرني، بقول لكم ليش. أول شيء عندك الميليتري كومبو هذا اللي مقابل الطاحونة، اللي هو الأبك كومبو، حتى يقول لك chance to find شغلات، يعني الأسلحة والدروع والأمور هذه الأبك. وفوق هذا عندك مكانين دارك هولو لوت لوكيشن على يمين ويسار الطاحونة. فهذا المكان يا أخوان صراحة أماكن رهيبة، بحيث أنك تجمع أو تفرم الفلوس بشكل سريع، خصوصا هذه اللي موجودة على اليسار يا أخوان، مميزة لأن فيها لوكيشنين للكريستل اللي هو يجيب لك فلوس كثير، غير التريجر تشيست اللي تحصلهم في هذه الأماكن، وتقدر تفتح هذه الأماكن من غير حتى اللوك بيك، ما عدا في الطابق الأول تقريبا فيه صندوق كان يحتاج اللوك بيك، وما هو بصعب حتى، كان صعوبته تقريبا ميديم مثل ما تشوفون، وفيه لوت كويس. وجنبه الصندوق هذا فيه الكريستل برضه، لا تنسى تاخذه لانه مثل ما قلنا يجيب لك فلوس كثيرة. ونرجع لموضوع الكونفوي هذا الثاني اللي موجود، الحلو في الموضوع انه يجلس يرسبن، يعني مش مرة واحدة وخلاص، تقدر تيجي لهذا المكان اكثر من مرة، وفيه لوت رهيب في الثلاث سيارات اللي موجودة وفي الاسعاف، وعندك جنب الاسعاف برضه فيه كريستل، وأقل شيء أقل شيء تحصل الأبك كواليتي إذا ما كان أكثر منه أو أفضل منه. وبس يا شباب، هذه كانت نصيحتي بخصوص الفلوس. أتمنى تاخذون لفة على القناة تشوفون إذا محتواي يناسبكم، وتشرفوني بالاشتراك في القناة، لا تنسون اللايك، ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع قادم. السلام عليكم.